جوجل سكتش اب، ادخل على اللينك دي. طبعا جوجل سكتش اب ده مجاني، فاحمل على طول من سوفت سونيك، هدوس على فيه داونلود. لو انت مستخدم جوجل كروم طبعا هيبقى تحميل هيبان لك هنا، واول لما يخلص هتقدر تفتحه من هنا او من ماي دوكومنتس داونلود. طبعا لو انت قفلت دي باي اكسيدنت كده ممكن تفتحها تاني منين، هتيجي هنا وتشوف على تيجي على التاب بتاع داونلودز وتفتحه، هيبقى قدامك كل الداونلودز اللي عندك تقدر تستخدم اي واحد فيهم. فانا طبعا هكنسل داونلود ده لان انا اوريدي عملت داونلود لجوجل سكتش اب. هبدأ افتح الجوجل سكتش اب بتاعي من الايكون اللي على الديسكتوب دي. طبعا اول حاجة هيسألني عليها هو التشوز تمبلت، لاني مش هقدر اخش على البروجكت الا لما احدد له التمبلت اللي انا واقف عليه. فمن خلال التاب بتاع تمبلت سيليكشن هلاقي عندي مجموعة من التمبلتس هنا، واللي بتختلف اختلافين اساسيين. اول اختلاف هو اليونتس اللي مستخدمة جوه التمبلتس دي، ففي انشز وفي ميترز. وتاني اختلاف هو الفيو اللي انا شايف منه البروجكت بتاعي، فبيختلف هنا الفيوز على حسب اللي انا عايزه. ولكن انا هختار من هنا السيمبل تمبلت ميترز، وبعد ما خدت ما عملت عليه السليكشن هتقول له ستارت يوزنج سكتش اب. لو اتاكدت ان انت واقف على السليكشن تول، ودي اول تول هنتعلمها في التول بار اللي قدامك ده، فانا واقف على السليكشن تول هنا وهعمل كليك شمال على الاوبجكت ده وهدوس ديليت على الكيبورد. فكده اول حاجه انا اتعلمتها ازاي امسح اوبجكت من على البروجكت بتاعي. وتاني حاجه هعملها دلوقتي ان انا هسيف البروجكت بتاعي، فهقول له فايل سيف از، واقف على الديسكتوب واسميه بروجكت 1، دوست سيف. كده انا واقف على بروجكت 1. اول اوبجكت هنعمله على البروجكت ده هو الريكتانجل تول. بس قبل ما اعمل الريكتانجل تول هقول لك انا عندي ده الاحمر ده هو الاكس اكسس، وده الواي اكسس، والازرق هو الزد اكسس. وطبعا باين الفرق بين الثري اكسس دول، ان دول بيعملوا الارض بتاعتي وده بيعمل الارتفاع بتاع الاوبجكت. فانا لو وقفت على الريكتانجل تول وقلت لك دوس ليفت كليك كده وامشي بالماوس لغايه ما تقف تسيب الليفت كليك، هتلاقي الاوبجكت اتعمل معاك. على الاوبجكت ده هتلاقي باي ديفولت كده عمل لك 3 نقط، كل نقطه بيطلع جنبها تول تيب تكست بيقول لي حاجه معينه. فلو وقفت هنا بيقول لك دي ايه، دي الاند بوينت، وطبعا واضح ان دي ودي هيبقوا الاند بوينتس بتوعي. فانا عندي على الريكتانجل ده 4 اند بوينتس، هتلاقي دايما الاند بوينت لونها بلون الاخضر، ولما بقرب منها كده هو على طول بيسناب عليها وبيقف على الاند بوينت دي. تعال شوف تاني بوينت عندي هي الميد بوينت، وهي نقطة المنتصف، وهتلاقي عندي نقطة حمراء ماشية معايا على طول وهي الاون ايدج بوينت. فهنا انا واقف على الايدج بتاع الريكتانجل. فتاني تول هنستخدمها من هنا هي البوش بول تول. البوش بول تول دي هتخليني اقدر اطلع بالاوبجكت ده. شوف انا اول لما وقفت على السايد الفلات ده، عشان ده سايد فلات، فبيقول لي انت تقدر تدوس كليك كده وتطلع لفوق وتبدأ تعمل ارتفاع معين للأوبجكت ده. وطبعا اي فيس هقف عليه هيمكنني ان انا اعمل ايديت ليه طالما هو فلات سيرفس. فانا من خلال البوش بول تول ده قدرت ان انا اعمل ريسايز لايه للأوبجكت بتاعي. طبعا احنا لسه ما اتكلمناش على ان انا لما ابقى عايز اعمل أوبجكت ليه دايمنشن معينة، دي هنتكلم عليها بعدين. ولكن خلينا ماشيين حتة حتة كده عشان نشوف ازاي اقدر استعرض بقى الاوبجكت بتاعي ده من كل الزوايا بتاعته. فهنيجي على النافيجيشن، وانا لو خلصت بوش بول تول، طالما انت لسه في الاول تعالى تدوس على السليكشن تول ده عشان يبقى سهل معاك ما تعملش اي حاجه غلط انت مش عايزها. حاجه هلاقي النافيجيشن هنا عندي في الجزئيه دي الاوربت نافيجيشن، لو دوست عليه وبدات ادوس ليفت كليك وافضل دايس ليفت كليك هقدر اشوف الاوبجكت بتاعي من كل السايدز بتاعته. ومن هنا اقدر اقول لك ان ممكن لو دوست اسكيب ترجع تاني للسليكشن تول. وفي واحد هو واقف على السليكشن تول هيحاول يجيب الميد الاند بوينت والميد بوينت او الاون سيرفس بوينت، هيلاقيها مش بتطلع معاك. بص البوينتس دي مش هتطلع معاك الا لما تخش على
الدروينج مود، يعني انت تبقى واقف بتعمل حاجه. فانا لو اول لو انا عايز اجيب خط مثلا، فهيقف هنا يطلع لي على طول الاند بوينت ويطلع لي الاون ايدج والكلام ده. ولكن طول ما انت واقف على السلكت تول، فالسكتش اب فاهم ان انت دلوقتي مش بتعمل حاجه، فمش محتاج الابعاد في حاجه. فدلوقتي لو نراجع على طول على التولز اللي احنا استخدمناهم، السلكت تول والريكتانجل تول والبوش بول تول، طبعا لو نسيت اي حاجه في دول بتقف بس بالماوس على الاوبجكت او على التول اسف، وبيطلع لك التول تيب تكست بيقول لك ايه التول دي. وتعالى نعمل ريكتانجل تاني على السطح بتاع الريكتانجل ده. فانا لو وقفت هنا كده وعايز ابداه الريكتانجل بتاعي من هنا، فهو انا وانا واقف بيقول لي اون فيس، فانا دلوقتي واقف على الفيس بتاعه مظبوط. وهمشي كده شويه وعايز برضه النقطه الثانيه اللي انا عاملها تبقى اون فيس، فلازم تبقى بالازهق معايا. فانا كده اون فيس برضه، وسبت الماوس عمل لي الشكل اللي انت شايفه ده ممكن خلال البوش بول تول. فانا دلوقتي بستخدم نفس الاثنين تولز اللي احنا تعرفنا عليهم من شويه. ممكن انزل بالكلام ده لتحت، خد بالك ان انت لو عديت قوي هتبقى نزلت الحاجه اللي انا مش عايزها ان هي تحصل. فانا اخد بالي من التغير بتاع الالوان وانا شغال على سكتش اب، عشان هو بيحاول كمان يعرفك انت واقف فين بكل سهوله. فانا نازل تحت دلوقتي كده، هو قال لي انت اون فيس. طبعا وانت شغال الحاجه دي بتعملها عملي هتبقى حاسس بيها اكتر ما انت شايفها دلوقتي. فانا كده عملت لو وقفت على الاوربت وحاولت الف كده، ممكن اجي اخد الريكتانجل تول برضو مره تانيه واقف على الميد بوينت هنا واطلع هنا. فانا عايز اقف اون ايدج، فوقفت كده اون ايدج. ممكن اخد البوش بول تول، فوقفت على القصة دي بالشكل ده، فممكن اخد البوش بول تول وانزل بيها بالشكل ده. ولو جيت بالاوربت اشوف انا عملت ايه، فلغاية دلوقتي انا عملت الشكل اللي قدامك ده. ممكن من خلال سلكت تول، انا لما دوست هنا عمل سلكت على الاوبجكت كله اللي هو بقى عندي دلوقتي فيه ريكتانجل كده هنا، فممكن ادوس ديليت وكده ابقى عملت باب، ولكن هيبقى عندي خطين كده هنا ممكن ما كنتش محتاجهم. فلو وقفت على السلكت تول تاني ومشيت دوست ليفت كليك وعملت دراج كده، هتلاقي نفسك اخترت الاثنين لاين دول، فهدوس على ديليت وهبقى مسحتهم. وبالاوربت دايما اظبط الفيو اللي انا عايز اقف عليه عشان اكمل البروجكت بتاعي.